نعود من جديد مستمعينا الكرام مع فقرة فوفير. فوفير المرة هذه تعطات السي محمود فريح والفرقة شباب للموسيقى العربية إلى جانب الفنان محمود فريح والدكتور محمد المذيوب. مرحبا بكم في رباط FM. مرحبا، صباح الخير الناس كل اللي يسمعوا فينا، ومرحبا بك انت زاد سي عبد السلام. هذا معناها لقاء اول يكون بيناتنا، وان شاء الله مش الاخير ان شاء الله. طبعا سي محمود فريح استاذي وسي محمد مذيوب كيف قراني في كونسرفاتوار. مرحبا بكم. عايشك صباح المحبه صباح النور. يعيشك سي محمد. نحكيوا على المشاركه نتاعكم مؤخرا في المهرجان الدولي بالجزائر بدار الاوبرا. شاركتوا تقريبا أبودا موا في ظرف شهر أو أقل من شهر في ثلاثة دول. مشيتوا تقريبا مرتين للجزائر ومرة للمغرب. كان تحكينا سي محمود على المهرجان الأخير في الجزائر قبل. المهرجان الأخير هو لأول مرة نشاركوا فيه. معناها كانت هذه يعني أول مرة، لأنه هو مهرجان دولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة بالجزائر. شاركت فيه حوالي تقريب 9 دول، من اليابان شاركوا فيه، من أرمينيا شاركوا فيه، من برشا دول، من تركيا، مصر، المغرب، الكل موجودين، من الجزائر زاد موجودين. حسنوا المهرجان هذا مشينا لأول مرة في تاريخ فرقة شباب عن طريق وزارة الثقافة. يعني ولهنا ما نجمش نذكر المهرجان هذا إلا ونشكر، ولو أنه احنا مش مستنسين معناها بالشكر وكل ممكن، ولكن اللي يستحق يلزمنا نقول الحق. معناها بالحق شكر جزيل لوزير الثقافة الدكتور محمد زين العابدين اللي أتحنى الفرصة هذه باش مثلنا تونس في مهرجان كبير كيف ما هذا. صحيح احنا متعودين بالجزائر وبالمغرب وكله، لكن المهرجان هذا يعني مهرجان كما قلت لك مهرجان كبير، ولأول مرة نشاركوا فيه والحمد لله. معناه اللي هو مهرجان يعني تلفزي، كان القناة الأولى الفضائية الجزائرية نقلته. كذلك كان عندنا معناها ديزانترفيو، كنا مع في القناة هذه معناها في الصباح. المهرجان هذا الحقيقة قدمنا فيه يعني وصلات من المألوف، كذلك قدمنا فيه نماذج من الموسيقى العتيقة التونسية. كان حضور الحقيقة شرفنا برشا، حضور سعادة سفير تونس بالجزائر. بالضبط شفت الصور كرمكم تقريبا، هو اللي كرمنا. وكان حاضر مدير ديوان وزير الثقافة اللي في حد ذاته وزير ثقافة، كان عنا لقاء به. والحقيقة كانت درتشة معه ممتع جدا، إنسان مثقف، إنسان شاعر. حكينا برشا جملة حتى الحديث يعني باش تكون عندنا لقاءات اخرى ان شاء الله في 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 الجزائر في مناسبات كبيره ان شاء الله قادمه. نعرف علاقة فرقة الشباب ببعض الفرق المغاربية كما في المغرب كما في الجزائر، وشفنا قبل معناها حاجات مشتركة خدمة سواء في المستير أو خارج المستير. بالمناسبة الدكتور محمد زين العابدين كان معنا في الحصة الأولى من برنامج إكسيد فيتيس، وشفنا من خلال إجاباته دعمه للثقافة التونسية وخدمته على الإيماج متاع تونس البرة أترافير دعم الفرق هذه. صحيح، وزيد حاجة الحقيقة اللي بدينا نلاحظوا فيها معناها ولاحظناها طول المدة الأخرى بالقداء هو كونه ما عادش فما حاجات تقتصر كان على العاصمة. يعني بالحق ولينا نشوفه في اللامركزية، سياسة القرب، فوالا، ولينا نشوفه بالحق اللي داخل الجهات والناس اللي تخدم داخل الجهات تاخذ في حظها كيف اللي موجود في العاصمة. وهذه بادرة طيبة اللي احنا ندينا بها عنا سنوات، واحنا ندي بالحاجات هذه الحمد لله اللي بدينا نشوفه في حاجات هذه. شكرا طبعا زاد للمندوب متاع الثقافة بجيت المنستير سيد مهدي معطلة على دعمه. بالطبع هو الحقيقة سي مهدي معناها يعني ديما دعمه متواصل للجمعية هذه. وحتى بالنسبة للمهرجان معناها كان بالشراكة ما بين المندوبية وبين جمعية الشباب. الحقيقة معناها كل الدعم نلقاو فيه من المندوب الجهوي اللي الحقيقة يعني الجو ولا معناها جو ولا باهي في مستير. جو المندوبية زادة كيف متعاونة معنا بالقداء. الناس اللي تحب تخدم الكل قاعدة تلقى في الأبواب مفتوحة في المندوبية، التشجيع موجود للناس الكل من حب يخدم.
وهذه زادة كيف كيف بادرة نثمنوا عليها. وهذا طبعا سي محمد ليس عن فراغ دعم المندوبية لفرقة الشباب، لأنه كما نعرف فرقة الشباب وما تحظى به من مكانة عند أهالي المنستير فرقة عريقة جدا، وشاركت في مهرجانات وشرفت تونس في الخارج وفي الداخل. عمرها أكثر من 45 سنة بطبيعة الحال فرقة الشباب، معناتها تعاقدوا عليها برشا من الناس. توا كما قالك باش نحتفلوا بالخمسينية إن شاء الله. بارك الله. اي باش نعمل من 70 يعني قريب باش نحتفل بالخمسينية. بطبيعة الحال المشاركة نتاعنا هذه في الجزائر ماهيش أول مرة، بطبيعة أول عام ما وصلنا كان الشرف وحضر في المهرجان في المنستير، وكانت البادر هو اللي اختارنا باش مشينا احنا زي كيف كيف مثلنا تونس احسن تمثيل في الـ في الـ في, الـ في الجزائر في الدوره هذه الاخيره، يعني تسمى بادره طيبه ومثلناهم احسن تمثيل بشهاده الجميع. كنت حاضر في عند حضور سيد الوزير وقتها، وما كان باش يخرج في نصف الحفله ما حبش يخرج لكملها كملها الكل. نخرج باغنيه لفرقه الشباب السيد محمود فريح سيدي منصور، ثم نعود من جديد. نزور سيدي منصور ونجيك نزور مولا الناظور. الله الله يا بابا وسلام عليك، الله الله يا بابا وسلام عليك.
العجمية يا بابا ويعز عليا يا سيدي نزور سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور سيدي منصور ونجيك نزور مولى الناظور Oh.
رئيس البحر رئيس البحر رئيس البحر يا بابا يا نقار بابا بحري الموسيقى العالمية في ألمانيا، وتفكر أنه كان جمهور متفاعل خاصة جمهور ألمان، ما كانش فما عرب تقريبا سي محمود. صحيح كان الجمهور الحاضر كله يعني ألماني، ما كانش فما جمهور مش للجالية، خاطر المهرجان هذا ما تعملش للجالية التونسية، هو مهرجان ثقافي بالأساس، ويعني اللي حاضرين فيه الجمهور كل ألماني. حاولنا باش ندخلهم معنا في الجو ويتفاعلوا معنا في أغانينا التراثية والشعبية التونسية. يعني تمثيلية متاع فرقة الشباب ماهيش مغاربية فحسب أو عربية فحسب، يعني تمثيلية عالمية ذي للتأكيد. مشينا روسيا، مشينا برشا دول عربية وأجنبية، روسيا ألمانيا فرنسا مالطا، مشينا تركيا تقلموا معني مش مشكلة مخالف الدول المغاربية. سمعنا سي محمود في فيفري مارس عندكم ديزاكسيون في المغرب. صحيح بالنسبة فما الفستيفال متاع طنجة اللي مش يكون في 21 و 22 و 23 فيفري، وفي مارس إن شاء الله مش يكون عنا لأول مرة زادة في مهرجان الموسيقى الأندلسية بوجدة في المغرب. هذا إن شاء الله القراب توا، وحسيل وإحنا مواصلين إن شاء الله المسيرة الموسيقية الأندلسية المغاربية. يعطيكم الصحة سي محمود، سعداء جدا باستضافتكم على أمواج إذاعة رباط إف إم، وإن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. شكرا، يعيشك. ميرسي، يعيشك.